مالك يا ابني؟ في عايز فلوس زي عوايدك؟ فلوس ايه بس يا اخي؟ طب قول لي في ايه؟ انت بتحب مروه؟ امر غريب جدا. طبعا بحبها. يعني لو تتجوزها؟ سؤال غريب جدا. طبعا هتجوزها، وما خربتها ليه؟ طب انت شفتها امبارح؟ بقى مكلمني في التليفون وعايزك في موضوع مهم ومسيبني شغلي عشان تقولي شفت مروه امبارح ولا لا. ارجوك يا مدحت جاوبني. ايوه يا سيدي شفتها امبارح بالليل. طب انت عارف هي كانت فين طول النهار؟ طبعا كانت مع داليا في النادي طول اليوم. كانت مع داليا في ايه؟ فهمني. مش عارف اقول لك ايه. انا شفت مروه وهي نازله شقه خالد اللي في وسط البلد. انت بتقول ايه؟ انا شفتهم بنفسي وركبت مع العربيه من قدام باب العماره. الكلام ده مش صحيح. اكيد انت غلطان. يمكن واحده شبهها. مروه حكيت لي على كل حاجه كانت بينها وبين خالد وخلاص قطعت علاقتها بيه من زمان. مروه مش ممكن تعمل فيا كده. ارجوك يا مدحت اهدى. مروه دي اخلص انسانه قابلتها في حياتي. مروه بتحبني، فاهم يعني ايه؟ وانا كمان بحبها وخلاص هنتجوز. مروه عمرها ما كذبت عليا ولا خبت عني حاجه. انا مش ممكن اصدق الكلام اللي انت بتقوله ده. مش دي السلسله اللي انت جبتها لها في عيد ميلادها وعليها الحرف الاول من اسمها؟ من حمام شقة خالد، كانت على رف المراية. أنا لسه معايا مفتاح الشقة من ساعة ما كنت ساكن معاه. لما لقيتهم بيركبوا العربية مع بعض طلعت فوق دخلت الشقة، لقيت السرير مبهدل، لقيت السلسلة دي في الحمام. مش قادر اصدق. هي فعلا عدت عليا امبارح بالليل ولما ما لقيتش معاها السلسله اتخضت وقالت لي انها احتمال تكون نسيتها في النادي. انا لازم اعرف الحقيقه. انا هتجنن. مروه مش ممكن تعمل فيا كده. مروه مش ممكن تعمل فيا كده. مروه مش ممكن تعمل فيا كده. أرجوك يا مدحت اهدى.